المعهد العربي للتنمية المجتمعية في دورته الخامسة تحت الشعار دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية والتي تعد من تحدياتنا اليوم في مجتمع التحدي. وما ينتظرنا وتحدينا جميعا. مرحبا. تحت شعار دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية وفي ضيافة المركز المغربي للتطوع والمواطنة وبرعاية جامعة الدول العربية ومساهمات عينية لمؤسسات منتخبة وطنيا وجهويا ومحليا وبعض القطاعات الحكومية، عقد المنتدى العربي للتنمية المجتمعية المنعقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية من 7 إلى 11 ماي 2024 دورته الخامسة ولتسليط الضوء مشاهدين على الأبعاد الإنسانية للتجربة المغربية الرائدة خلال كارثة زلزال الحوز ولتقريبنا أكثر من مجريات هذا المنتدى وتوصيته. يحضر معنا الأستاذ علاء المهنين عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي للمواطنة والتطوع. صباح النور. صباح الخير. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا نورتني. بارك الله فيك. كما ينضم إلينا الدكتور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي بدولة قطر. صباح النور دكتور ومرحبا. صباح الخير وصباح النور على جميع مشاهدي قناتكم. مرحبا نورتني. طيب أبدأ معكم أستاذ علال، يعني قربنا من دواعي انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية بالمغرب، ما هي هذه الدواعي؟ بطبيعة الحال بالنسبة للدواعي والدوافع التي جعلت المركز المغربي للتطوع والمواطنة يفكر في تنظيم هذه الدورة الخامسة مخصصة لموضوع دور الدبلوماسية التضامنية، ولن تعاقب الأحداث لأنه نحن الآن نتحدث عن الدورة الخامسة. وفي مجموع الدورات التي سبقت هذه الدورة كل المواضيع التي ناقشها المنتدى العربي للتنمية المجتمعية كانت لها رهينيتها وكانت لها مرتبطة بأحداث محددة معينة. بطبيعة الحال التجربة المغربية في مجال زلزال الحوز اللي غادي نعاودوا نرجعوا لها فيما بعد، أيضا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الليبية، بمعنى هذه العملية الكوارث والتطورات المناخية وما أصبح يعيشه العالم هي التي فرضت أن نناقش كمنتدى عربي الأفكار والآراء الاستشرافية التي يمكنها أن تساعدنا في مواجهة هذه الكوارث. إذا كانت هذه هي الدواعي أو الأسباب يعني المباشرة، هذه هي الدوافع يعني هذا المنتدى. أكيد هذا هو الدوافع المباشرة، لأن وهذه الطمات ربما أعتقد أن هذه الطمات التي كانت يعني على طاولة النقاش. أكيد هذه هي، لأن طاولة النقاش كانت فيها مجموعة من التجارب، تجارب دول عربية وتجارب دول كانت ضيفة على المنتدى، دول أوروبية كمثلا التجربة التركية، كان التجربة الألمانية، كاين التجربة الإسبانية، إضافة إلى التجارب العربية اللي كيقودها الاتحاد العربي للعمل التطوعي. التجربة المغربية أين تتموقع؟ يعني موقعها في المنتدى يعني؟ موقع التجربة تتصدر، أعتقد ربما كانت متصدرة التجارب الأخرى. أكيد أنها كانت متصدرة لأنه التجربة المغربية أولا رائدة، ثانيا حديثة، يعني الواقعة حديثة، ثالثا أنه ما وقع في زلزال الحوز هو يكرس مفهوم التطوع عند المغاربة منذ زمان. صحيح. فإذا ربطنا بين مثلا مشروع طريق الوحدة الذي قاله ولي العهد آنذاك المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله، وكان بمشاركة 10,000 متطوع لربط الشمال بالجنوب، ومررنا إلى المسيرة الخضراء ب 350,000 متطوع، ووصلنا إلى زلزال أكادير ثم زلزال الحسيمة والآن إلى زلزال الحوز. أعتقد على أنه هذا التطوع وهذه التلقائية مترسخ. المترسخة وهي واضحة أيضا في الإشادة الملكية بدور المجتمع المدني خلال افتتاح الدورة البرلمانية يوم 13 أكتوبر 2023 كانت واضحة في أنه كان دور أساسي للمجتمع المدني المغربي. بطبيعة الحال هذه التجربة نتقاسمها مع أشقائنا في بقية الدول العربية الذين أيضا لهم تجاربهم الخاصة ونحاول أن نتكامل فيما بيننا. جيد، سأتقل لدكتور يوسف، كيف تم تثمين الجهود التي
تمثلت أساسا في التعبئة الشاملة لكافة مكونات المجتمع المغربي لمواجهة تداعيات الزلزال بطريقة تضامنية واستثنائية، يعني اعتبارا أن التجربة كانت حاضرة في المنتدى. طبعا بلا شك، بداية حقيقة يعني أنا أهنئ القائمين على هذا المنتدى، لأن فعلا وصلنا إلى يعني فهم جديد في التعامل مع الكوارث والإيقافة بشكل أشمل وأكبر في عالمنا العربي. يمكن التجربة المغربية من خلال طرحها في المنتدى لاحظنا هناك في احترافية في التعامل مع تخفيف المعاناة عن الأسر بعد الزلزال، وهي طبعا أهم حاجة هو العامل النفسي في التعامل مع تلك الفئات التي يعني تضررت من خلال الزلزال، بالإضافة إلى أن هناك في توجيه مباشر لكيف إيواء المتضررين من هذا الزلزال. كذلك احنا لاحظنا أن هناك في تكامل في بعض الأفكار الموجودة بين طرح أوراق العمل التي قدمت في خلال هذا المنتدى، ومثل تجربة تركيا كانت قريبة جدا من تجربة المغرب، خاصة في عملية الإيقاف السريعة وسرعة تلبية النداء لتخفيف المعاناة للأسر وإبعاد الناس القريبين من تلك المنطقة المتضررة من الزلزال. وهذا بحد ذاته يمكن أعطى يعني من ضمن التوصيات أن لابد أن يكون هناك في تكامل مشترك بين الجميع، وهذا التكامل المشترك ممكن يكون له تأثير مباشر خلال الفترة القادمة، ومن ضمنها تكون من ضمن التوصيات يكون في عندنا نداء موجود أو مركز نداء موجود على مستوى الوطن العربي للتعرف على أكثر التقنيات الحديثة الموجودة اللي ممكن تضيف في التعامل مع أي حدث يكون موجود. تمام. طيب أستاذ مهنين، يعني كيف تفاعل المنتدى العربي لتنمية إزاء جهود المملكة المغربية بمختلف مكوناتها في التعاطي السريع والفعال مع كارثة زلزال الحوز؟ أعتقد على أن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية تفاعل مع التجربة المغربية انطلاقا من كونها أولا تجربة يمكن الاستناد إلى مجموعة من عناصرها، لأننا نحن نعرف على أن جلالة الملك حفظه الله اتخذ واحد مجموعة من الإجراءات السريعة، وبالطبيعة الحال كان هناك نوع من التلقائية لا عند المجتمع المدني ولا عند الشعب المغربي سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وبالتالي المغرب اعتمد على ذاته، بمعنى أنه اعتمد على ما يمكن أن نسميه القوة الذاتية وقوة السيادة الوطنية بطبيعة الحال، للتأكيد على أنه يمكنه أن يواجه الطوارئ، وبالتالي هذه التفاعلات كان لها دورها وكان لها صداها داخل المنتدى، على أساس أن النقاش الذي كان مطروحا هو أنه التجربة تجمع بين ما قبل أو أثناء حدوث الكارثة وما بعد الكارثة، لأن هذا أمر مهم جدا. الكارثة إذا حصلت فهي لا يعلم بها إلا الله، وبالتالي كيف تفاعلنا معها، ولكن الأهم كيف تمكننا من تخفيف الأضرار والألام على أولئك المتضررين. وبطبيعة الحال هذا واحد العمل أيضا استحضر فيه المنتدى العربي للتنمية المجتمعية مساهمة المركز المغربي للتطوع والمواطنة كفعالية من فعاليات المجتمع المدني المغربي ككل، والأهم من ذلك هو أن هذه التجربة استطاعت أن تؤسس علاقة قوية بين المجتمع المدني من جهة اللي عنده واحد الرصيد دستوري يلح عليه الدستور المغربي مع أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا شيء مهم جدا في عملية التنسيق وفي عملية إذا الانتقال من العمل التلقائي إلى العمل المؤسساتي المضبوط، سواء عن طريق مؤسسة محمد الخامس أو عن طريق الإدارة الترابية أو عن طريق التعامل مع القوات المسلحة الملكية القوات الأمنية. بالتالي فهذه شكلت جسدا واحدا من أجل ماذا؟ مواجهة كارثة
لأبناء الوطن، وهي نفس الروح التي نساهم بها مع بقية الأشقاء العرب في كوارث التي قد تحصل لديهم، أيضا التي نساهم فيها كمغرب في إفريقيا في العديد من المبادرات اللي كتأكد دائما كما قلت في البداية هذا الطابع المتأصل عند المغاربة خاصة والعرب عمومة. لماذا؟ لأننا نحن حتى في شريعتنا شريعة مبنية على الإنسانية، على روح تقديم الخدمة للآخر، على التكافل، على التضامن، على التآزر. طيب دكتور يوسف كاظم، يعني الفاجعة أظهرت مدى قدرة المغرب على التفاعل والاستجابة السريعة في مواجهة التحديات، وأثبتت أيضا علو كعب المجتمع المدني وتضامنه. ما هي التحديات التي ربما واجهت من خلال ما تم تدارسه في المنتدى؟ طبعا تجربة المغرب كانت ثرية جدا في هذا الملتقى، خاصة أن يعني أثناء حدوث الزلزال هناك كانت في نوع من الفزع أو الهبة الموجودة من الشعب المغربي بيعني مشاركته في تخفيف المعاناة على المتضررين من هذا الزلزال، وهذا بحد ذاته يعطينا بعد آخر وهو بعد الإنساني اللي تحدث عنه أستاذ علان، أن البعد الإنساني مهم جدا أن يكون شريك، ولكن إحنا بحاجة دائما في أي حدث، يعني إن شاء الله ما يكون أي حدث موجود، لكن محتاجين إلى شيء اسمه عمل مؤسسي، لأن أعتقد أنه ما يعمل عائق لوصول الأشخاص المعنيين في إنقاذ تلك الكارثة. أنا أعتقد أن إحنا من خلال هذا الملتقى تحدثنا عن مثلا أعصار درنة، كيف كان هذا الإعصار ما سبب من يعني إعصار شال يعني قرى كاملة وأخذها إلى البحر. هناك كان مفروض يكون في بعض الأرصدة التلقائية المسبقة تكون موجودة حتى نخفف من يعني وطأة الحدث الكبير اللي كان موجود. أنا أعتقد أن خلاصة المؤتمر هذا طلعنا بتوصيات جيدة، ومن ضمن التوصيات أنه لابد أن يكون هناك في فئات متطوعة لديها دراية متكاملة في التعامل مع الأحداث، يعني لابد أن تكون دورات تأهيلية تكوين لتلك الفئات حتى يستطيعوا من خلال تعاملهم بأي حدث موجود سواء حادثة يعني كارثة طبيعية أو غير طبيعية. احنا طبعا هذا من ضمن أهم التوصيات، وهي تكوين مجموعة كبيرة من المتطوعين للتعامل مع أي حدث موجود سواء كان طبيعي أو غير طبيعي، أو حتى ممكن تكون أمطار قزيرة أو تكون هناك بعض السيول أو ما شبه ذلك. فإحنا بحاجة فعلا أن نؤهل وندرب شبابنا حتى يكونون مساعدين بشكل أكبر مع الدفاع المدني أو مع جهات الأمنية في أي دولة تكون موجودة للصد عن تلك الأحداث. طيب أستاذ علال، يعني ما هي المقاربات والأبعاد الإنسانية دعنا نقول للدبلوماسية التضامنية التي عززها المنتدى العربي في هذه الدورة الخامسة من خلال التجارب المختلفة وأيضا الخبرات المتعددة في هذا المنتدى التي تم تطارحها في يعني طاولات النقاش؟ أعتقد على أن الدبلوماسية التضامنية تحمل ما تحمل في طياتها، ليس فقط تحمل ولكن تؤكد على أن أدوار المجتمع المدني الآن أصبحت رئيسية وأساسية كما قلت إلى جانب الأجهزة الرسمية. جيد. وبالتالي فهذه الدبلوماسية التضامنية كما تفضل الأستاذ يوسف علي الكاظم تتطلب نوعا من التحديث على مستوى التفكير، نوعا من التطوير، نوعا من تهيئ الأطر التي يمكنها أن تقوي دور هذه الدبلوماسية التضامنية، لأن هذه الدبلوماسية التضامنية حينما نحن نتحدث عن الكوارث فالكوارث هناك كوارث طبيعية ولكن تؤدي مأساة اجتماعية. صحيح. فمثلا الزلزال إذا كان يؤدي إلى مثلا أن البيوت تهدم فهناك كوارث طبيعية، مثلا كالثلوج تحاصر العديد من الناس، ونحن
نحتاج إلى أن يكون لدينا متطوعون يتمكنون من تقديم الدعم النفسي، من تقديم الدعم اللوجستيكي، من المساهمة في المجهودات الوطنية لمجموع الدول. حينما نتحدث عن الكوارث الطبيعية، مثلا الجفاف في إفريقيا أو ندرة المياه أو تلوث المياه، فهؤلاء الأطفال الذين يعانون من هذه الأشياء تتطلب نوعا من الخبرة ونوعا من التكوين ونوعا من التأهيل، لأن نحن الآن أصبحنا أمام مجموعة من التطورات المجتمعية الدولية التي أصبحت تلقائية فيها مهمة، ولكن التنظيم والتأطير والتكوين هو الأهم، أساسي. وربما هذه من الأشياء التي سأختم بها، التي المجتمع المنتدى المجتمعي للتنمية، المنتدى العربي للتنمية المجتمعية، سيؤسس لها مستقبلا عن طريق الاتحاد العربي للعمل التطوعي الذي يملك الآن رخصة دولية. هذه الرخصة الدولية التي تمكن من أن يصبح المتطوع متدرجا في مجموعة من المراحل، وبالتالي حينما يصل إلى نوع من تكامل الصورة لديه يصبح متطوعا متكاملا فيما يجب أن يقوم به. طيب، عطفا على ما تفضل به الأستاذ علاء المهني، الدكتور يوسف علي الكاظم، ما هي الآليات المتاحة اليوم لتعزيز الوعي العربي والعالمي بأهمية الدبلوماسية التضامنية في مواجهة مخاطر وتداعيات الكوارث وأيضا الآفات الطبيعية التي يعرفها العالم، وربما التجربة المغربية كنموذج؟ وطبعا بلا شك، وأنا أعتقد أن من أهم الأساسيات لنجاح أي حدث مستقبلي إذا كان سمح الله ونتمنى ما يكون موجود، وهو التأهيل المباشر. وإحنا عندنا من خلال الاتحاد العربي للعمل التطوعي الرخصة الدولية للعمل التطوعي، وهي رخصة معتمدة حتى من United Nations Volunteers UNV، وهذه الرخصة ممكن يتدرب عليها المتطوع ويكون مؤهل في التعامل مع جميع الأحداث الموجودة، سواء أحداث يعني كارثية أو حتى أحداث طبيعية مثل المؤتمرات، الفعاليات، سواء مؤتمرات اقتصادية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، رياضية، كلها من ضمنها يكون المتطوع مهيئ ومدرب. لأن فعلا اليوم يقاس العمل التطوعي من يعني ثقافة الدولة التي تحتضن بها المتطوعين. طيب أستاذ علال، يعني هل من برامج استشرافية من شأنها المساهمة الفاعلة في رفع الوعي ونشر أيضا ثقافة التطوع في النسيج المجتمعي وقيم المواطنة والتسامح والمبادرة، روح المبادرة؟ نحن نحتاج اليوم في مسيس الحاجة لروح المبادرة. يعني قبل قليل قلت كاين واحد تلقائية يعني في مواجهة الكوارث الطبيعية، ولكن ربما إذا ما كانش الفرد مسلح بهذه القيم من الضروري أن يكون عنده واحد الخلفية تكوينية معرفية في هذا المجال. أكيد على أنه الجانب الاستشرافي جانب مهم جدا. تمام. وهنا لابد أن أشير إلى مسألة تتعلق ببلادنا. أكيد. فالمغرب هو من الدول اللي الآن عنده قانون ديال التطوع 6/18 اللي صدر في 2021. هذا القانون اللي جاء إطار توصيات ديال الأمم المتحدة ديال 2017 بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، لينظم حق التطوع في جميع جوانبه، وهذا من القوانين اللي المغرب الآن تتوفر عليها مقارنة يعني بعديد من الدول، من الدول اللي يمكننا نقولوا الآن متطورة في هذا العمل. فيما يتعلق بالعمل الاستشرافي، أعتقد على أنه نحن داخل المنتدى العربي للتنمية المجتمعية ركزنا على ما يمكن تطبيقه، بمعنى أن لا تكون توصياتنا توصيات عامة تغرق في العامية، ولكن لا عندها خصوصيات، المادية خصوصيات البلد، ولكن أيضا المدة الزمنية لتنفيذها، بمعنى حتى تكون على أرض الواقع. ولذلك حينما تحدثنا عن الرخصة الدولية للاتحاد العربي للعمل التطوعي ونتحدث عن استثمار هذه الرخصة، نتحدث عن إحداث مرصد للتجارب يكون كبنك معطيات، أيضا نتحدث عن تأسيس مؤسسة للدبلوماسية التضامنية خلال الكوارث، الاستفادة من خبرات الآخرين. وعندنا الآن حسب ما اقترحته الجامعة الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي،
أنها ستساهم في تكوين 750 متطوع على درجات. إذا جمعنا كل هذه المعطيات، ما يقوم به الاتحاد العربي للعمل التطوعي، ما يقوم به كل تنظيم تطوعي في وطنه هو من ضمنه المركز المغربي للتطوع والمواطنة، شراكتنا مع الآخرين، أعتقد على أنه الآن لا نتحدث إلا عن الاستشراف، بمعنى أن يجب أن نفكر بعقلية مختلفة، عقلية تساير التطورات المناخية، عقلية تساير ما يحدث في العالم الآن، عقلية التكوين والتهيئ. وهذه مسألة أساسية، لأن هذه النظرة الاستشرافية رأينا حتى في توجهات جلالة الملك حفظه الله أثناء بعد زلزال الحوش، حينما أمر جلالته بأن تهيئ الجهات أرضية استباقية تستغل كل المعطيات الرقمية المتوفرة الآن. طيب، سأختم معكم دكتور يوسف علي الكاظم حول الآليات التي من المفروض أن يعتمدها المجتمع المدني لمواجهة التحديات الطارئة، ما هي هذه الآليات؟ طبعا من أهم الآليات هذه هي التدريب والتأهيل، لأن فعلا بحاجة أن يكون هناك تدريب وتأهيل للمتطوعين بشكل عام، وحتى كذلك التأهيل للمجتمع المدني، لأن لا سمح الله إذا كان هناك في أي كارثة أو أي مشكلة موجودة لابد أن يكون لديهم خلفية مسبقة في التعامل مع تلك الأحداث، وخاصة إحنا الآن مقبلين خلال السنوات القادمة بتغير مناخي غير يعني مدروس، لأن فعلا هناك في تقلبات كثيرة في كثير من الدول، ولاحظنا يمكن الفترة الأخيرة الأمطار القزيرة اللي نزلت على الإمارات وعلى عمان وعلى السعودية فسببت يعني مشاكل كثيرة، فإحنا بحاجة فعلا أن ندرب ونؤهل مجموعة كبيرة من المجتمع المدني بشكل عام والمتطوعين بشكل خاص، فإحنا بحاجة أن نشرك الجميع في تخفيف الأضرار قدر المستطاع من خلال تدريبهم وتأهيلهم بشكل احترافي. شكرا جزيلا لكم دكتور يوسف علي الكاظم، نورتني بكل هذه الإضاءة، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لكم أستاذ علي المهنين، نورتني وتشرفت بحضورك. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا، شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، وليبقى رجاء دائما في لقائكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.